سلام خو مرة تجوز الماراثون مزيان 21 ديما كنشارك فيه الحمد لله وكنشجعوا الشباب باش يدير الرياضة وراك يكون دايما بالطبع مراكش وكنشكيو الصحافة تاهم كيشجعونا حنا اللي في طيرو وهاني الله يمشي على الشباب كنتحرك وانا كنتريني كنتريني ثلاث ايام في السيمانة وكندير لاصال جيت تريني خصني تريني انا كنت كنتريني كنت نلعب في الراجا الكرة وداك الشيء والحمد لله كنشجعوا الشباب والناس مزيانين ما كاينش الراحة ما كاينش حتى انسان تد وعليكم السلام ورحمة الله اليوم كنشارك في سوي ماراثون ديال مراكش الحمد لله كان دات في اجواء زوينه والحمد لله صافي نكملوا حامل العالم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشعب المقهور اللي تظلم بزاف ونتمنوا كل شيء اللي استضعف اي حاجه واخا صغيره ولا كبيره يتضامن مع الشعب ويوصل القضيه للعالم ان شاء الله نتمنوا فلسطين ديما حره وتضامن مع الشعب الفلسطيني شكرا. Et on vient ici avec un groupe d'une vingtaine de personnes et voilà, on vient chaque année faire le semi-marathon de Marrakech. Voilà, condition optimum et voilà, c'est super paysan, des paysans, donc on est toujours content de venir avec le soleil. Les premiers 10 km étaient difficiles avec le marathon, mais après une fois qu'on a été séparés, et c'est un parcours très roulant à la fin. Donc voilà, maintenant ça fait 5 fois que je le fais. Je viens chaque année, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de bousculades. On est parti un peu en retard avec le SAS Elite, du coup j'ai rattrapé beaucoup de gens. Et voilà, à partir du 10 km, on s'est séparés avec le marathon, donc c'était plus roulant et plus facile. J'en ai pas vu, j'ai rattrapé une fille sur le parcours, mais j'ai pas vu d'autres personnes, donc voilà, France. La France, oui. La France, Strasbourg, merci beaucoup. Hello. This is my first marathon here. It's a great organization. People is amazing and very comfortable and peace of and very beautiful marathon. And we, I'm personal best in here running now. So it's very hot. Less than 1 hour. It's hot. First hour is okay. It's very cold. Cold. Yes, yes, difficult. Difficult marathon. For me, I'm fast. Fast. Yes. People Marathon is amazing. Amazing and great job for marathon. Thank you. Thank you. اسميتو طالع بزاف في الريتم. في الريتم طالع. ولكن الحمد لله بخير انا عندي 76 عام ورا دخلت دابا يمكن ندخل شي ساعة و45 دقيقة. كيبقاو مراد كيبقاو ديما نمشيو على الطبيب ديما الموزيكا مو ديما خص بان يدير الرياضة وحنا كنشكروكم نشكرو اللي قموا بهذه التظاهرات ديال ماراثون مراكش عامة الاعلاميين والمشاركين وجميع الناس كل شيء ونشكركم حتى انتم من اللي لا بسم الله الرحمن الرحيم معكم فاطمه زهراء الادريسي من مدينه والماس الحمد لله حصلت على الرتبه الخامسه في ماراثون مراكش هذا شرف ليا لانني مازال ما درت بريباراسيون كامله ديال الماراثون يعني ديال السمي وقدرت نحقق هذا الانجاز الحمد لله انا مع الجامعه الملكيه المغربيه اللي دعا في البصر وكانت هذه المشاركه باش انني ندير المينيمات ديال الاولمبيات والحمد لله قدرت انني نتفوق نديرها وكنبغي نشكر المنظمين ديال مدينه مراكش على حسن التنظيم على حسن الضيافه وشكرا. اولا خصني نقدم راسي عبد الرحمن الكوش البطل والعداله العالمي في السباقات على الطريق الرمال الجبال من مدينه تنغير اقطن في برشلونه. جيت باش نشارك هذا العرس الرياضي الكبير اللي تنظم كل سنه هنا في مراكش. هذا الماراثون هذا عنده صبغه خاصه خصوصا وانه المنطقه هي سياحيه بالدرجه الاولى وكنحيي جميع الجماهير المراكشيه اللي كتجي باش تشجع تتفيق من الصباح بكري باش تشجع العدائين وهذا شرف لنا كبير والحمد لله كنتمنوا التوفيق والنجاح الأبطال ديالنا في جميع الميادين خصوصا في العاب القوى وحنا عندنا واحد الانجاز كبير ان شاء الله في الكوت ديفوار كنتمنوا وصول الاطلس باش يجيبوا لنا ذاك الكاس للمره الثانيه على التوالي ان شاء الله بدعواتكم ان شاء الله غادي يجيبوه كان اول ثانيا كنشكر جميع منابر الاعلام يعني الرسميه والقنوات اللي جاو كيغطيو هذا الحدث العالمي الكبير
في المستوى كبير جدا جدا. الحمد لله قطعت المسافه في ظرف يعني انا التوقيت ما كيهمنيش، انما اش كيهمني بغيت نعطي واحد الرساله للشباب باش يمارسوا الرياضه باش يعرفوا باللي راه السن ما عندوش. انا عندي 60 عام تبارك الله وباقي كنشارك في الماراثونات العالميه، يعني واحد الرساله بغيت نوجهها للشباب انهم ان شاء الله باش يتوجهوا للرياضه، لان هي الوقايه ديال الصحه، هي العقل السليم، هي الجسم السليم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.